بالكثير من الالقاب. حتى في السوبر الاسباني ماركة ثلاث اهداف في النهائي امام برشلونه في, في 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 الليغا حسم الكثير من المباريات المهمه جدا في سبيل التتويج بكاس بلقب الدوري. يعني في كل كل التسريبات الصحفيه ميدو تقول بان رودري لما تم التواصل معه وتم ابلاغه بانه هو الفائز بالكره الذهبيه لم يصدق الامر واعتبرها كذبه او نكته. نعم و يعني لم يستوعب الأمر إلا بعدما تم التأكيد له مرة ثانية. من يعيبون على حصول رودري على هذه الجائزة؟ نقول هذا بكل تحفظ لأنه أنشيلوتي غير موجود وفاز الآن بجائزة أفضل مدرب، ربما تحدث مفاجأة في نهاية الحفل. ما كاش لي داه ويمده لا بريمير دي شوز باش لي أسيريوها أنه متوج باللقب يحضر. أنا حبيت نقول لكم سؤال سؤالي ميدو فقط. أصبحوا أنتم واقعين في التناقض. 2010 تقولوا بالإنيستا يستحق لأنه ادى كأس العالم، بعدها 2022 ميسي ما يستحقش لأنه ادى فقط كأس العالم. دونك لازم تشدوا في معيار، نديروا كأس العالم معيار ينحيوا التناقض. ماشي من ماشي أنا ماركش ميدو راك غلط، ماشي إحنا رانا متناقضين، أنا نهضروا على التناقض تاع حمومة. كل عام يخرجوا لنا معايير جديدة. يا أخي العزيز حط لنا معيار يا خنتايدة. إذا خيروا أحسن لاعب في العالم المعايير ما تبدلش، ديروا نفس المعايير. لماذا تكون عملية السويد إذا كاين معايير أصلا؟ لماذا تكون عملية السويد؟ هذا تناقض آخر. إذا كاين معايير 1 2 3 4 تحكم اللاعبين وتعطي تحكم المعايير وتبدأ تعطي في النقاط. ميدو ما كاش كيفاش تحط معايير تقول هذه المعايير وبعد تفضلوا يا جماعة عملية السويد. في ترشيح اللاعبين يعتمدوا على هذه المعايير. في ترشيح اللاعبين في الترشيح وليس في الفائز. في ترشيح اللاعبين يعتمدوا على معايير خاصة فقط. فيما يخص نعود نقول بك رودري، نتحدث شوية على الإيجابيات على رودري. لا ننسى بأن رودري كان عنده دور ريادي في تشكيلة مانشستر سيتي. لبالك بدون رودري غوارديولا ما كانش حيسيطر مثل ما سيطر على المستوى الانجليزي اولا، وايضا الدور في المنتخب الاسباني. هذا لا يعني بانه يستحق على حساب فينيسيوس. بك نعاود نوليك على كارفاخا على دمك. علي رايك انا يقول لك انا تقول لي امين اعطيني التصنيف تاعك تاع البالون دور. نعطيك الباط التصنيف تاعي. فينيسيوس جونيور هو الاول، كارفاخا هو الثاني، بيلينغهام هو الثالث، ومن بعد دير واش تحب. وعندك ماتشو باش ما نظلموش في الغيبيه، ماتشو ثانيت خونا ويستاهل. بيناتنا برك ما راناش بارك الله فيك. قلنا بلي شوف انا جاب لي في السنوات القليله المقبله محمد سيصبح الذكاء الاصطناعي هو من يحدد هويه احسن لاعب في العالم. ميدو مؤاخذه، يعني رودري لم يكن افضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم. كيف للاعب لم يفز بجائزه افضل لاعب؟ اسمح لي امين اني جاي. كيف للاعب لم يكن أو لم يفز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟ ونزيد نقول لك ميدو، لم يكن أفضل لاعب في نادي مانشستر سيتي، كيف للاعب لم يكن أفضل لاعب في ناديه وكان فودن هو أفضل لاعب في نادي مانشستر سيتي هذا الموسم يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟ يعني اشرح لنا فقط هذا التناقض. باحتساب كاس امم اوروبا اكيد بالنسبه افضل لاعب في كاس امم اوروبا كبيره جدا. وكذلك اهواء صحفيين، ونزيد نقول لك هذا يبقى رايي الشخصي. انا الجائزه بالاهواء خلاص بالاهواء. فينيسيوس انا بالنسبه لي كرويا يستحق الكره الذهبيه، ولا احد كان افضل منه طيله السنه، رغم ان الجماعة بلي مانج لي ستيمبا، لكن يستاهل الكره الذهبيه بنظر لكل ما قدمه طيله الموسم مع ريال مدريد. هذا 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 الجواب يقودني الى سؤال اخر ميدو. اصبر نكمل لك برك. حبيت نقول راه سال خاطرش نسيت واش كنت التصرف تاعك. هذا هو السؤال وانا هذا هو السؤال. هذا هو هي من جعلت المصوتين ينفرون من التصويت له. اكسس هذا هو السؤال. نعم هذا هو السؤال. هل تصرفات فينيسيوس هي التي جعلت المصوتين ينفرون من التصويت له؟ هل عقليته في الملاعب جعلته منبوذ، يعني جماهير منقسمة بشأنه، البعض يحبه والبعض لا يحبه تماما ويقول يجب أن يحسن من عقليته، يجب أن تكون عقليته تتلائم مع مكانته في ريال مدريد وفي كرة القدم العالمية وكلاعب مهم أيضا في المنتخب البرازيلي؟ لا محمد بالطبع فينيسيوس نعرفه بلي لاعب منرفز كتير. من المهم في هذا الطرح هذايا
انت ما لازمش ندخلوا هذه الامور سي فيري في كره القدم دخل كما نقولوا الاخلاق التربيه فينيسيوس ما نقدروش نقولوا لاعب غير اخلاقي باسكو ثاني ما تنساش الجمهور كيفاش يستفزوا ما شفناه باللي بعبارات عنصريه كذا على بها تكون عنده رياكسيون رده فعل سي نورمال هذا كما نقولوا حنا هذا انسان مم كره لاعب كره قدم يلعب في احسن نادي في العالم ما تكون عنده رده فعل لهذا فينيسيوس الطريقه ديالو كما نقولوا في البطوله الاسبانيه كل لقاء خارج ميدانه يستفزوه الانصار لهذا تكون عنده طريقه ليرجع بها الانصار انا ما نقدرش نلومه من هذا بصح نحكي على فينيسيوس من ناحيه اللعب من ناحيه الاحصائيات من ناحيه الالقاب هذا باش اليوم المعيار تاع اللاعب علاش خلينا نقبل في البدايه هذه المعيار شوف والله يا امين صدقني هذه حكايه المعيار وبعدين التصويت هذه والله ما هي داخله في راسي وانا نقول لك المعيار الاول اللي لازم يعتمده اللي هو رايي الشخصيه المعيار الاول والوحيد ما كاش ما يزيدوش يقولوا لنا الالقاب والفرديات والمكافآت رايي ولا الزم به احدا العين هي المعيار الوحيد لتحديد افضل لاعب في العالم يعني كيفاش العالم كله متفق يعني هل يرى هؤلاء بنفس الاعين التي العالم كله متفق نرى بنفس الاعين امين العين هي المعيار الوحيد كي تشوف لاعب وتشوف واش دار في العام هذاك والله غير مباشره تقول هذا هو افضل لاعب صح محمد انا نفكرك في حاجه نولي شويه للوراء نعم واحد الشهر ونصف ولا كنا تكلمنا على بالون دور نعم تكلمنا وقلنا شكون اللي كاين ابار بن شابر اللي قال لك فينيسيوس هو سي نورمال يحب الريال قال لك تكلم الكلام واحد ما هضرش فيه في اسمه قال فينيسيوس قال لك رودري العام اللي داروا في 2022 اللي دار موسم رائع من ناحيه الاحصائيات من ناحيه الالقاب كي داو تشامبيونز ليغ ومن بعد قال لك مالغريتو بهذوك بهذاك كاع الاحصائيات قال لك فينيسيوس يستاهل نتايا كنت تكلمت لنا قلت لنا بلي رودري يستحق البالون دور تاعي نعم قلت لك امين رودري يستحق الكره الذهبيه وستمنح له الكره الذهبيه عاود رجع قلت لك وستمنح له الكره الذهبيه لاني اعلم جيدا كيف يفكرون باسكو انت صحفي بيان سور اعلم جيدا كيف يفكرون من ناحيه الاداء من ناحيه فينيسيوس ادى موسم خارق احسن من ناحيه جارودري في نهايه العام عمل كاس امم اوروبا في اعلى مستوى كان حاسم مع المنتخب الاسباني كان افضل لاعب في كاس امم اوروبا قلت لك وقلت له بن شابير هنا وكان خلاف بين قالت لا فينيسيوس قلت له سيمنحونها لرودري ولكن هذا ليس بالضروره يعني رأيي الشخصي لأني أعلم جيدا كيف يفكرون ولكن زيد نقول لك أمين بعد ذلك والله غير تراجعت نقول لك علاش لأنه رودري أصيب مع بداية الموسم وفينيسيوس أداؤه بقي ثابتا قلت ربما هذه تعود ترجح الكفة لفينيسيوس وحتى رودري لم يكن لهذا في بداية الحصة أخ محمد قلت لك تكلمت لك قلت لك المعايير معناتك بن شابير انا مانيش تكلم لك على المعايير القاب وكذا على بالي وشنو هما واش يقول البروتوكول واش كيفاش لازم تكون مرشح بدون هذه المعايير امين انت تشوف الموسم وتتابع كل فرق تتابع كل لاعب بالعين فقط من هو افضل لاعب هي شوف هي نمو صح رودري كما نقولوا انا حقيقه معجب بهذا اللاعب بزاف كثير نعم مي نقدر نقول لك يميريتي البالون دور ما ادلش رايي مي فينيسيوس من ناحيه المهاره من ناحيه الاهداف من ناحيه كيما نقولوا حنا باسكو سي تان اتاكون وهي هذه الجائزه هذه الكثير من تمنح الى اللاعبين اللي يسجلوا اهداف كثيره اللي يراوغوا الفرد بيان سور لهذا نقول لك انا نتكلم لك سي فري سي تو من بدايه الموسم الثاني كان حاسم مع ريال مدريد سجل اهداف سي تو في اللقاء ما قبل الاخير اللي عملوا ضد دورتموند سجلت اهداف احنا كل تكلمنا وقلنا فينيسيوس ما كان حتى واحد داحين يحلو البالون دور لهذا الفرنس فوتبول هو عنده كما نقولوا كلام اخر فارس تفضل كاين نقطه واحده فقط اللي يتغلب فيها رودري على فينيسيوس هي المعيار تاع الفير بلاي لانه هو لاعب عنده اخلاق عاليه وفقط هذه النقطه التي فيه يعني افضليه واضحه لرودري عدا هذا نظن بانه الافضليه ما عندوش شحنات مع الانصار ولا مع اللاعبين حتى عطنا مقارنه بين فينيسيوس ورودري يقول لك باللي عنده يعني تصرف مثالي سواء في التدريبات حتى رياض محرز كان حكى على رودري عندما كان يلعب في مانشستر سيتي نظن عدا هذا المهاره وكل يعني في جانب فينيسيوس ومرة أخرى فينيسيوس هو الذي يستحق الكرة أعطينا عادل مقارنة بين فينيسيوس ورودري هذا